تفاصيل جديدة تتكشف بشأن قضية تفجير إسرائيل آلاف أجهزة البيجر في لبنان التي أدت إلى مقتل أكثر من 12 شخصاً وإصابة 2800 آخرين. وسائل إعلام إيرانية تنقل عن مستشار القائد العام للحرس الثوري حسين طائب أن الأجهزة التي تفجرت تشكل ثلث الكمية التي وصلت لحزب الله، ولو انتظرت إسرائيل بضعة أيام قبل تفجيرها لكانت الخسائر مضاعفة كون ثلثي الأجهزة وزعت لكنها لم تدخل للخدمة بعد. التسرع الإسرائيلي في تفجير الأجهزة تحدثت عنه صحيفة يدعوت أحرانوت في وقت سابق، إذ نقلت عن قيادات في الاستخبارات معلومات مفادها أن بعض عناصر حزب الله أبدوا شكوكا في أمر الأجهزة، وهذا ما دفع الجيش لتفجيرها فورا على حد قول الصحيفة. فيما كشفت مصادر مطلعة سابقا أن إسرائيل زرعت قبل 3 أشهر متفجرات في أجهزة البيجر التي استوردها حزب الله عبر وسيط في شحنة وصلت قبل أشهر وضمت نحو 5000 جهاز.